ضيفي وضيف حضراتكم الدكتور محمد الخولي، خبير الإعلام الدولي، المستشار الإعلامي للأمم المتحدة، قرابة النصف قرن عمل في أوروبا وفي الخارج. أقدر أقول إن هو يستطيع دكتور خولي النهاردة، وخاصة إن المعركة الحقيقية اللي ظهر من ساعة سقوط الطائرة وحتى هذه اللحظة هي معركة عالمية. الدول تخلت عن اتهاماتها، بعدت شوية، بريطانيا رجعت ورا خطوة وسابت جرايدها مع بقية الجرايد وكالات الأنباء لأشياء كثيرة جدا، وهنالك على الخط حاجات اتهامات كثيرة. ما أنا يعني هنقدر نعرف من الدكتور الخولي ايه بالظبط اللي بيفكروا فيه، هنقدر نعرف من الدكتور الخولي هل يعني مثلا هل الاخطاء التي تحدث من الاعلام الغربي هل بتبقى صدفه يعني جهل يعني، ولا هي مساله مواقف مسبقه؟ هل الموقف بتاع بريطانيا لما تخدف الطائره الروسيه كان موقف كده عفوي؟ ده الانجليز يعني الطائره وقعت من هنا، جمعوا معلومات وحللوا وتوصلوا نتائج وادانوا وفرضوا عقوبات، هم كان كل حاجه، هم المحامي، هم المتهم، هم المجني عليه، هم كل حاجه. وهل هيفترق اعلامهم عنهم كدوله؟ لان هناك كبريات الصحف دي والكلام ده كله لا علاقه وثيقه بسياسات دوله ولهم مواقف اخرى، والاعلام في الخارج ليس زي عندنا كده، لا الاعلام هناك له دور وفي مظله للدوله تقدر. وحكايه الحياد والمهنيه والكلام ده كله ده موضوع احنا كدبه وصدقناها كلنا يعني، ده في جزء منهم عنده ده انما في اجزاء ما عندهمش ده. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا مساء الخير. دكتور خولي، يعني عشان الوقت انا عايز ادي الوقت لحضرتك كله، ان في معركه اعلاميه شديده جدا ومستغله استغلال انا شايفه انه بشع يعني ضدنا، انا عايز حضرتك تقرا لنا الصوره بالظبط ايه. يعني زي ما حضرتك تفضلت، بس انا بحضيف انه هي معركه اعلاميه سياسيه، ما تقدرش تفصلي طبعا الاداء الاعلامي عن السياسي. نعم نعم. على الاطلاق. كذلك حكايه الحياديه، وانت استاذ اعلامي، ما فيش حياديه في الاعلام، وانما اقصى حاجه نقول الموضوعيه والمهنيه. وفي بعض الاصول اللي حصلت يعني اظن حصل بسيطه ببساطه، اللي هي جريده لوسوار البلجيكيه الناطقه بالفرنسيه التي اعطت تعليمات للمراسله بتاعتها في القاهره انها تقدم معلومات على هوى الجريده وليس كما هي حقيقة موضوعيه الاحداث. فيبدو السيده الصحفيه كانت بتحاول انها تبقى مهنيه فرفضت ذلك وعاقبتها لوسوار بانها فصلتها عن العمل. وانا قرات انه الاتحاد النسائي العربي او حاجه مصري هيكرمها الى اخره يعني. هذا موقف عكس بالضبط ما فعلته نيويورك تايمز. نيويورك تايمز في مرحله غزو العراق في اوائل القرن سنه 2003 بعتت مراسلة مهمة جدا ليها اسمها جوديث ميلر. جوديث ميلر كانت متخصصة في الشرق الأوسط. اكتشفت نيويورك تايمز أن هذه السيدة أعطت لهم رسائل صحفية خادعة. ليه خادعة؟ لأنها أحالت إلى مصادر عراقية كلهم كانوا ضد النظام القائم في تلك الفترة، فكانت النتيجة حكاية الايه أسلحة الدمار الشامل قعدت تتكلم فيها، والنيويورك تايمز تنشر وفرحانة قوي، وفي النهاية طلعت انها فياسكو عبارة عن شيء مش حقيقي ولم يكن هناك حاجة زي كده. ففصلتها وكتبت جوديث ميلر كتابا مشهور جدا اسمه ذا ستوري، الحكاية، بتتكلم فيها عن هذه المأساة، ازاي صحفية كبيرة وقعت من خلال الإحالة إلى مصادر غير حقيقية. بمعنى إيه؟ أنه العمل الصحفي وحضرتك عارفه الإعلامي بشكل بالدرجة الأولى لابد أنه هو يعني يحيل إلى مصادر حقيقية. مشكلة الطيارة بحكم التعريف، لأنها طيارة وقعت من فوق، حتى هذه اللحظة لا يستطيع أحد مهما كان أن يقدم فكرة أو حكم يتكهن بشيء يعني، أو لا هو ده مشكلة بقى، ده هيتكهن لسبب، لأن الحقيقة حتى الآن لم تحسب، ما بقول ما يقدرش يتكهن، لم تحسب، لأنه عادة السيارة على سبيل المثال حادثة سيارة يستطيع الإنسان تاني يوم يعرف السبب، لكن أنت في الجو مش هتقدر تعرف السبب. هنا بقى ليه المسألة داخلة في بعضها؟ لأنه هناك بعد زي ما قلت بعد سياسي. زي ما حضرتك تفضلت إنجلترا حتى الآن لها موقف من النظام القائم في مصر لسبب. اللي حصل مؤخرا، مصر تعاونت مع فرنسا حتى في المجال العسكري، مصر تعاونت مع روسيا
في المجال العسكري مع المانيا. مصر بالذات انا بتكلم عن الدول، مصر بتتعاون مع ايطاليا في المجال الايه، والمانيا كمان الغزو، مجال الغاز ومع المانيا. هنا المطلوب، وده مش مجرد حديث مؤامره ولكنه حديث موضوعي، المطلوب تحجيم مصر. وفي تعبير قاله مره زمان قوي عليه رحمه الله عبد الرحمن الابنودي على مصر، اللي هو الموقف من مصر، هو تعبير بلدي شويه، قال لك ازكمها بريحتها، اوعى تديها راحتها او صحتها، ما تموتش بس تستمر كده. ليه؟ لانه حتى الان، وهذا امر موضوعي، انظر في الخريطه كما كان دايما شارل ديغول بيقول، شوف خريطه الدوله وشوف شرق الدوله وشوف غرب الدوله، تجد مصر اظن واضح وده كلام بديهي، هي الدوله الوحيده التي ما زالت تحمل صفه الدوله ولها قدره. وحدث ده في مراحل كثيره من القرن 19 لغايه اول امبارح، حدث ايه؟ انه مصر بتقود الامه العربيه، والامه العربيه اذا وجدت من يقودها تستطيع ان تكون قوه سادسه فعلاً في العالم. اللي حصل حاليا، انا فوجئت وانا بستعرض انا بقرا الاعلام طبعا الدولي، فوجئت بحاجه غريبه جدا، جريده نيويورك تايمز وهي جريده محترمه جدا صحفيا، انما فوجئت انها نشرت حاجات كلها من القاهره. يعني اربع مندوبين باعتين رسائل باسماء مختلفه، منهم اتنين مصريين بالمناسبه، باعتين رساله بتقول ايه بقى؟ بتقول انتوا ناسيين انه الطياره دي كان مكتوب عليها جرافيتي، جرافيتي اللي هو ايه؟ الكتابه على الجدران اللي احنا كنا بنشوفها في فتره الثوره والكلام ده. بتقول ايه؟ سوف نسقط هذه الطائره. الكلام ده مكتوب من سنتين، وكاتبينه بقى بتفاصيل انه هذه الطائره. طب يعني هم مصورين الكتابه ديت؟ مش صوروهاش بس كتبوها. لا ما هو كتبوها، طب ايه اللي يثبت لي انها مظبوطه؟ يعني اللي يثبت لك انها من نيويورك تايمز، يعني انا بتكلم كلام مهني يعني، عارف لا يعني عشان نيويورك تايمز يبقى ده خلاص بقى دليل يعني؟ وليكن، حتى لو دليل حتى لو دليل، الفكره ايه؟ هذا امر جديد. ازاي انه يعني معنى كده ايه؟ ان كان هناك قوى معينه كانت متربصه بهذه الطائره. دي سكه. السكه الثانيه وحضرتك اشرت اليها وهي ايه؟ لما تيجي تتكلم خبراء الطيران الكبار، وفي جريده مشهوره جدا عن سير الطيران يعني اسمها افييشن، بتقول انه اي طياره اي حادث طيار بيقع او بيتم من خلال ثلاثه اسباب. السبب الاول سبب طقس جو، وده مستبعد لانه الجو كان زي الفل، طقس يعني. اثنين السبب فني تكنيكال تقني. السبب الثالث انساني او بشري. تقوم تيجي بقى ايه الواشنطن بوست وبرضه النيويورك تايمز والول ستريت يتكلموا في حته البشري دي. عارف البشري ليه؟ لان في هو عايز ياخدنا لسكه ثانيه بقى. ايه السكه الثانيه؟ الانتحار. سنه 1999 حكايه الايه الله يرحمه البطوطي والطياره المصريه التي حتى الان لم يعرف احد ما الذي حدث لها. وكان فيه، وانا اعرف المحامين الذين كانوا داخلين عشان ياخدوا تامينات على الحياه، ما حصلش حتى الان، لم تحل القضيه لسبب انه اتقال ان الراجل ده انتحر لمجرد انه اثر عنه في الصندوق الاسود انه قال توكلت على الله. وانت اشرت الى اننا ناس متدينين بالطبيعه، سواء توكلت على الله ديت مسيحيين ومسلمين كلنا في لا مصر. ويتوكلت على الله يعني علامه انتحار، علامة يعني علامه انتحار. انت لا يعني هم مش قادرين، مش عايزين يعترفوا ان هم ضربنا بصاروخ بالظبط، وحضرتك تعرف هذا الكلام يعني. انا ما معناش الدليل، اسمح لي. دي المشكله. انا اعرف وانت تعرف، لكن الفكره اولا الصاروخ ده صاروخ عسكري كما احنا نتصور. اثنين في اموال طائله بالملايين مفروض هتدفع. ثلاثة سمعة ايه المطارات الأمريكية وسمعة الأجواء الأمريكية. وهنا عمالين كل شوية يرجع لك يقول لك مستر بطوطي البطوطي اللي هو طيب أنا ده بقى أنا معلش بقى أنا بس عايز مع حضرتك، عشان حضرتك بتقول نيويورك تايمز، تولع نيويورك تايمز تولع الواشنطن بوست تولع كل جرائدهم، اذا كنا هنتعامل بقى مع الكلام ده؟ ما احنا قعدنا سنين طويله بنتكلم على ان دولت لما يقولوا لا ينطقوا الا الحق، هذا كلام غير حقيقي في الموضوع بتاعهم بس بتاع القاهرة ده. لأن أنا مشكلتنا المشاكل عندنا إن إحنا عندنا جماعة القاهرة، الناس اللي في القاهرة، نعم. أنا آسف جدا هقول التعبير ده، الخونة اللي في القاهرة اللي هو النهاردة اللي هم عملوا لنا مشكلة من لا مشكلة في حادثة الشاب الإيطالي، هم اللي كانوا بيبلغوا، هم اللي بيعملوا
الاثنين بقى اللي بيقولوا ان الطياره اتكتبت واثنين مراسلين من القاهره ومصريين بيعملوا مع نيويورك تايمز شافوا الكتابه دي فين؟ طب لما شفتها ما صورتهاش ليه؟ ولما انت بتقول واقعه لازم الدليل لازم تقول لي ما البينه على من ادعى. طب انا هقول نيويورك تايمز لا انت كدابه. أيوة. هو لازم يبقى عنده الدليل بقى ويطلع الكلام اللي مكتوب ده. هم قالوا الكلام ده ان كتب من سنتين. يعني انا ايه الدليل يا فندم؟ ما هو الدليل يعني كتب يعني طب ده احنا يعني كتب سر ما هو ده يعني حضرتك بتتعامل مع هذه القضية بمنطق إيه؟ الصحفي المحترف. لكن اللي بيتعامل مع القضية مين؟ القارئ العادي. قارئ اللي لما احنا عشان دور بقى لما حضرتك بتيجي تتكلم هذه الجرائد الكبرى عكس ما احنا متصورين هي التي توحي لصانع القرار سواء في الكونجرس أو في الإدارة باتخاذ برسم السياسات لأنه بيقرأ وما عندوش وقت ولا اهتمام ان هو يمحص الامر كما انت تمحصه. انا بتكلم عن ايه؟ ازاي ان التيارات دي هي التي تسود وتصنع رايا عاما. طيب وده خطوره المساله. ما هو دلوقتي بيعمل راي عام عالمي علينا انما انا اللي يعني في الجزء اللي بره بقى فيه اجهزه ترد ولا حد، انما هنا بالنسبه للمصريين عشان ما ننشغل احنا لازم يبقى هدفنا وعيننا على حاجه واحده ان احنا نتعرض لمؤامره، بقى مش حديث المؤامره ولا نظريه المؤامره لان في ناس تتكسف تقول ان لا هنالك مؤامره. طيب. موقف انجلترا ده مؤامره اللي حصل في الطياره الروسيه وتخاذلها في انها تاخد موقف ضد فرنسا او يكلموا بقى على ارهاب ولا الكلام ده كله. ده صحيح. ما هي دي مؤامره ولا هنسميها ايه؟ تسمح نسميها حله مثلا يعني؟ ما هي مؤامره. الحاله الثانيه يا فندم لما يجي بقى مراسل لنيويورك تايمز يعني يا اخي خلي عندك شرف زي الست المراسله بتاعت الصحيفه البلجيكيه. نعم. ولما ينسب اليك او انت تكتب تقرير ان من سنتين كان مكتوب على الطياره دي انك هتقع ده كلام هو بقى ايه؟ هم عندهم في الامريكان تعبير بقاله حوالي 10 سنين بالكثير في الصحافه الامريكيه اسمه سبين SPIN. ايه سبين؟ سبين في اللغه هي الغزل والمخزن النول بتاع زمان. فانا بقولها بكلام بلدي قوي هي عمليه ايه؟ ازاي تقلوظ المسائل. يعني معنى كده ما تكذبش لانك لو كذبت على طول ايه؟ هتنكشف. قرنان كبير وغيره وغيره. في العمل ايه؟ انك انت تقدم المساله ها؟ لكن تقعد ايه؟ تقلوظ فيها تصنفر فيها فتبدو كانها حقيقيه. هو يجي يقول لك ايه؟ الطيار ممكن يكون حدثته نفسه بتوكلته على الله زي البطوطي ويرجع تاني يقول ايه؟ لكن الحقيقه الطيارين المصريين الطيارين كويسين قوي وممتازين والطيار المصري ثبت انه 15 سنه اقدميه وانه طار حوالي اكثر من 6000 بيضرب ويلاقي يعني ما انا بحكي لك يقوم هنا القارئ العادي اللي ما هواش ملتزم بيك ولا بمصلحتك القارئ الغربي وصانع القرار الغربي ايضا ده بيصدق الكلام مش بيصدقوا بيقول لك ده ايه they buy it. بيشتروه يعني بيصدقوا كده عمياني اللي عايز اقوله بقى ما الذي نفعله نحن اهو ده اللي بقى مهما تقول هنا في مصر نقعد انا وانت نتكلم ما احنا بنتكلم في بعض ما احنا هيوصل هناك ازاي احنا حتى الان بدليل حكايه البطوطي اللي بلا من 99 ما عرفناش ليه نسبتها لصالحنا يعني نحن حتى الان مقصرون وانا بقول الكلام ده وقلته قبل كده انه مكاتب الاعلاميه التابعة للسفارات المصرية في الخارج حتى الآن في رأي بتواضع شديد لم تقم بدورها لأنه حتى الآن النظام البيروقراطي هو اللي بيبعت المبعوثين بتوعك إلى الخارج في المكاتب الإعلامية وليس الكفاءة المطلقة. يعني أنا لا يعني مع كامل الاحترام لهيئة الاستعلامات وأمثالها يعني لكن إحنا عايزين ناس لهلوبة في اللغة في الحركة في الخبرة الإعلامية وتختارهم مش من الاستعلامات من أماكن أخرى وتطلعهم هم دول اللي يشتغلوا طول النهار وطول الليل ولاد وبنات هم دول اللي يقدروا يتفاعلوا مع الصحفيين ومع وكالات الأنباء ومع الإدارات الأمم المتحدة إلى آخره. لكن أن ترسل رجل محترم أو ست محترمة لأنه عنده سينيوريتي أقدمية في وظيفتي أو تطلعه برة المسألة دي حتى الآن مفروض نبطلها وتنتهي. ليه بقى؟ كان زمان ممكن فلان بيه المحترم قاعد في مكتب الإعلام أحيانا بيعمل شغله. الآن أنت في مصر ها مش عاوز أقول كلمة المؤامرة لكن أنت مطلوب. ليه مش عايز تقولها ليه؟ ما أنا عايز أقولها يعني أنا عايز أسأل السؤال ده ليه؟ ليه دايما الناس اللي هم يستطيعوا إن هم ليه مش مؤامرة؟ الموقف اللي حوالينا ده كده لغاية دلوقتي ما فيهوش مؤامرة؟ لا مش مسألة هقول لك
موضوع المؤامرة حاجتين، أن يكون هناك مخطط ضدك أو أن يكون هناك موقف ضدك. أنا مش ده الاثنين موجودين. ما أنا هقول لك ده الاثنين موجودين. هقول لك أنا ما عنديش مشكلة بالنسبة للإيه للمخطط. دي مسألة الوكلاء السي أي إيه والمخابرات المصرية وغيره تدرسه. أنا عندي معطيات موقف متربص بيك حاليا، واخد بالك؟ طيب. بحيث في موضوع الطيارة دي المطلوب تبرئة فرنسا وإدانتك أنت بكل ده مش موقف بقى يا عم، ده يسميه إيه ده؟ موقف. يبقى ده مؤامرة ولا مش مؤامرة؟ جزء من المؤامرة. ماشي ماشي. لا طب الحاجة التانية، حضرتك بتقول لي المخطط، المخطط هم ناشرينه إن المنطقة دي عايزينها ما فيهاش يعني دول. أنا يعني إيه في إغراء إن الواحد يقول لك خلاص إحنا علينا مؤامرة ونفكر بالشكل ده، ده قد يجعلنا مش قادرين على تحليل الموقف. لا أنا لا أنا حل يعني أنا لما بحضركم ليه أنا بتكلم ده ليه؟ لأن ده دلوقتي هو ده فريق الخونة اللي في مصر هنا دلوقتي، هم اللي عايزين يتكلمون يقول لك مؤامرة إيه اللي على مصر؟ فين المؤامرة؟ إيه المؤامرة اللي على مصر؟ لا في موقف معادي وفي مؤامرة، ده هم اللي قايلين إحنا عايزين نكسر المنطقة دي كلها على بعضها. مطلوب تحجيم مصر. وحكايه انت قلت دلوقتي حكايه نكسر المنطقه، انت ناسي وانا مش انا بفكرك وانت فاكر طبعا، نحن مش نحتفل نوحي 80 سنه على صدور 100 سنه مش 80 سنة. لا الوعد على على اللي هو سايس بيكو التقسيم الاولاني التي رسمت هم ما كانوا ناشرين التقسيم الثاني يا فندم. ايوه انا بقول تراث الايه الامبراطوريه التركيه. نعم. احنا كنا جزء منها وبالذات مصر. وبالتالي مصر الان مستهدفة كل يوم. وبعدين إلى الجديد بقى إيه؟ إنه إلى جانب العدو الذي ندركه ونعرفه من الطبيعي، هناك بقى في العدو الآخر الأكثر، مش الأكثر عداء، الأكثر نذالة، وهو ناس مننا اللي قاعدين بره أو حتى بالداخل وطول الوقت قاعدين، اللي هي الكتائب الإلكترونية التي تشكك في كل ما تفعله والتي تسود كل ما. مين اللي بيعمله؟ مش عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري هو اللي بيعمل ده وبينتج وبيشتغل وبيتعب، تسود ذلك وتشكك فيه. أخيرا بقى اسمح لي، مثلا وزيرة السياحة اليونانية النهاردة أعلنت أنها مستعدة للوقوف مع مصر والتعاون مع مصر من أجل النهضة بالسياحة في مصر وفي اليونان. إحنا علينا بقى أن إحنا هذه الإيجابيات نبتدي نبحث عنها ونعيد تعريفها ونبتدي نكبر فيها، واخد بالك؟ يعني ميزة التصريح ده أنه جه في التوقيت ده له قيمة كبيرة جدا جدا. نعم. اتنين دي اليونان، ننقل جنبها في الخريطة في روما رأس العالم أو رمز العالم الإسلامي اسمه فضيلة الإمام الطيب، فضيلة الإمام الأكبر موجود مع البابا، وقفا مع بعض، شيء حقيقي يخلي الإنسان يحس أنه نستطيع أن نفعل شيئا. نعم. سواء في العالم العربي أو في أفريقيا أو في العالم بشكل خاص. ثلاثة، الصورة بتاعت امبارح الفقيدة يارا مضيفة الطيران بنت مسيحية والدتها انهارت. هاتي احط لي الصوره دي يا كريم، هات لي الصوره دي عندك من الواتساب. فانا شايف الصوره اللي في الكنيسه ومين اللي واقف؟ واحده مصريه واحده محجبه. اما انا فاهم ما هي الصوره دي تاثر على الواحد يقول الله هذه هي مصر. هذه مصر دي، هذه هي مصر اللي احنا عارفينها، مش بتاعتهم، مش الوطن الذي هو عباره عن حفنه من التراب العفن كما قال سيد قطب مفكرهم. فاللي عايز اقوله ايه، احنا مطلوب اعاده الريفليكشن، اعاده التعبير. الصوره هذه هي الصوره موجوده هنا. لا ما هو ما نزلهاش على الشاشه لسه، انا شفتها دلوقتي يعني شفتها. دي بتاثر على الانسان حقيقه. معناها ان الحزن في كل القلوب. ولا انسى ايضا السيده المجهوله اللي ماشيه في المول فسمعت واحد بيتكلم في التليفون وسعيد جدا باللي حصل على الطيارة، فلم تتمالك نفسها نزمتين على دماغه يعني واخد بالك. اللي عايز أقوله تفضل. طب دكتور محمد، أنا دلوقتي عايزين نخرج من هنا في مواقف حضرتك بتقول المكاتب الإعلامية و أنا كنت اقترحت امبارح حاجة في حضور الدكتور حسن أبو طالب، وبقترحها في حضور سيادتك وحضرتك يعني كخبير إعلامي. كيف نشكل جماعات ضغط من شباب المصريين
انا النهارده الوسائل الاتصال الاجتماعي دي مهمه جدا. انا النهارده استطيع ان ابعت رسائل، يعني نيويورك تايمز ديت الكذابين اللي بيقولوا الطياره مكتوب عليها يتعمل رساله او اكتر، وممكن حد في خبره حضرتك يبقى كاتب الرساله دي وكاتبها، لان مش اي كتابه، لان لازم اكتبها باللغه اللي هم يفهموها هم يعني. ونعمل الرساله ديت عشان نحطها احنا قدامنا على الموقع بتاع البرنامج، ويبقى ملايين الشباب ممكن ياخد الرساله دي يبعتها ان احنا بنرفض كذا وكذا والحقيقه كذا كذا ولازم تنشره، مش يعني مثلا اقدر ابعت بقى للجرايد اللي هي شغاله اللي هي اللي بتعمل ده، اقدر ابعت ده للحتت المراكز اللي هي مراكز الضغط هناك، اقدر ابعت ده لرئيس وزراء بريطانيا اقول له انت فين دلوقتي؟ انت فين؟ ما خدتش موقع يعني، مش شايفينك بتتكلم على حاجه. صحيح. نعمل ده، ايه راي حضرتك ان احنا نستخدم جماعات الضغط بتاعتنا وحتى ادي فرصه للشباب انه يطلع على مثل هذه الرسائل ويبقى يعرف انه ممكن يبقى ليه دور مهم جدا جدا. وعلى فكره جماعات الضغط ديت يعني جماعات الضغط مفروض تكون في الموقع نفسه، يعني عشان نأثر على الرأي العام إلى حد ما على قد ما نقدر. في بلد زي أمريكا، بلد كبير، جماعة الضغط لازم تنبع من نفس المكان، يعني المصريين المثقفين والأكاديميين المقيمين داخل أمريكا هم الذين يشكلون جماعات ضغط. انا عايز ابعت دلوقتي استخدم وسائل الاتصال، خلينا اصل ده هياخد وقت، انا عايز اللي هنا. لا بالعكس، ده احنا عملنا اصل اتعمل قبل كده، بس احنا استخدمناه في حاجات. طبعا كان في مسابقه اسمها ستار اكاديمي والتصويت فيها باللي بيبعت برقيات، فكان مصري وكويتي، ويا ريت هم صوتوا ليه لان طلع مضروب يعني في الاخر الواد، فعملوا له 5 مليون برقيه مش عارف ولا قد ايه. فانا النهارده لو تخيل حضرتك لو بعت انا مليون برقيه للنيويورك تايمز اللي هم ان احنا بنرفض ده ونعمل ده، الرساله دي مش هتبقى يعني مش هتبقى ضغط. لا يعني ماشي، لكن الفكره انا عايز اعمل ايه؟ ابعت دراسه حقائق، يعني تقرير فيه حقيقه، فيه حقائق، هم بيحترموا الكلام ده، وده يكون بالاسلوب وبالطريقه اللي تنطلي عليهم او التي يعني بيسموها appealing to them، اللي هي ايه؟ يستجيبوا ليها من خلال ناس عايشين هناك. وفي اساتذه كبار اكاديميين وغيرنا يعني غيرهم موجودين، دول اللي هم يقدروا ياثروا، ودول اللي ممكن كل ما يلاقي حاجه يرد عليها، بس لازم تزودوا طول الوقت بحقائق من المنبع يعني من هنا. لكن انا بخاف من ايه؟ ما هقول لك من غير احترام شديد جدا، في حاجه اسمها الدبلوماسيه الشعبيه ولا لها قيمه؟ انا بتكلم عن عرب، انا اعلامي وعارف بقول ايه. في هي عباره عن ناس احنا تنبسط منها، ناس تروح ونقول والله كتر الف خيرهم وراحوا ايه وسلموا وصور وبتاع وبيرجع، انتهى الموضوع، ملوش قيمه. الفكره القيمه من المقيم هناك. طب ده جزء انا استخدمت الصهاينه بيستخدموا دي، لما يجي واحد النهارده مفكر يقول كلمتين بس مش عاجبينهم، يلاقي الميل بتاعه والبتاع ده 8 مليون برقيه لعياله. انا معاك، عايزين نعمل ده. البرقيه بقى اللي هنعملها ديت يكتبها متخصصين زي حضرتك. نفكر فيها، نفكر فيها. انت واخد بال حضرتك؟ لكن انا بقول لك ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. ما لغايه ما اخواننا اللي هناك يتحركوا ولغايه ما يبقوا فينا مصادر. هو الفكره انه اسمح لي انه حتى الان، وده برضو موقف محترم جدا، المسؤولين المصريين بيقولوا ارجوكم استنوا لما الحقيقه تنجلي. دي امتى تنجلي الحقيقه؟ بعد ظهور الايه؟ الصندوق الثاني. الحاجه الثالثه او الرابعه، انا لاحظت مثلا اهتمام شديد بقدر من التقدير بقى بالحته دي من الواشنطن بوست بايه؟ بانه الحكومه المصريه امرت باستخدام غواصه من البحريه المصريه علشان تحاول تروح الى اعماق البحر المتوسط علشان تدور على الصندوق. معنى كده ايه؟ بحاسين انه نحن جادون وبنستخدم سبل ووسائل محترمه وفعاله وعلميه، ولا يعني ايه نتكل على اطراف اخرى، مع ان في اطراف طبعا عرضت المساعده. فكل ما اقرا الاقي ايه؟ باستمرار الكلمه عن ايه؟ السيسي يأمر، الحكومة المصرية تأمر، استخدام غواصة مصرية عسكرية علشان تدور على البتاع. اللي عايز أقوله إنه عندما نتخذ خطوة إيجابية غصب عنه كخبر، أنت بقى هنا بتقدر تعمل إيه؟ بتعمل عملية استثمار للإيجابيات ديت. هنا المعركة لا تحسم في موقعة واحدة لأنها طويلة الأمد، وأنت حقيقي مستهدف. ليه؟ لأنك لو أنت استمريت بالطريقة دي
وعملت شوية المشاريع اللي انت بتفكر فيها يمين وشمال هتغير المنطقة وده صحيح، خصوصا وانت تتصدى. وقلت لهم هذا الكلام دلوقتي بيشتغلوا عليه، انه الارهاب ليس ظاهرة تهددنا نحن فقط، وانما تهددكم في بيوتكم وفي اماكنكم، وده اللي حاصل حاليا دلوقتي. وبالتالي احنا مفروض داخل مصر بتغير، لابد تتغير الصورة، لانه الاعلام وانت تعلم ذلك مرآة، غير الصورة تنعكس ايجابيا لكن بلغات العالم المختلفة. حتى السياحة اللي احنا دلوقتي في حالة رعب، وكل ما يتكلموا يقول لك ايه وهكذا، وبالذات الانجليز، معرفش ليه الانجليز واخدين موقف غريب لدرجة عاملين حاجة اسمها ايه في الجارديان سكيورتي اليرت. يعني ايه الجارديان دي؟ 25% من اسهمها منين؟ قطرية. مش كده ولا ايه؟ طيب خلاص، وده معلش ما انا بنحكي بقى. هم بقى القارئ لا يعنيه 25% ولا اسهم مين، يعنيه اللي بيقراه في جورنان كان محترما وقادر على التحرير. ايه السكيورتي اليرت؟ يعني ايه؟ انذار وتنبيه انه مصر فيها مشكله ايه؟ امن. واخد بالك؟ السياحه هنا في الحاله دي انا مش عاوز الانجليز، مش عايزهم كسواح، انا عايز ادور هنا افكر بخيال. ايه بقى؟ الصينيين بشوفهم في امريكا بالمئات الالاف، واليابانيين هاتوا اشتغل عليهم وروح وهكذا. دكتور انت الحدوته بتاع الطياره ديت، الهدف اللي معمول دلوقتي مصر الطيران، هو ضرب السياحه على ان انا ارضي غير امنه، هو النهارده بيقول ان الشركه بتاعتي غير امنه، هو عايز يطلعها بره الخدمه، هي دي الخطوه اللي بيعملوها، عشان من غير بقى ما نقول هي دي الخطوه، متآمرين وهم متغلغلين في المؤامرات. والانجليز حضرتك بتقول مش عارف، الانجليز هم العقل، هم اللي بيفكروا كل مصايب الدنيا، والامريكان بينفذوا وراهم زي الدلاديل. ده الامريكان دلاديل للانجليز ولا بس انت معاك الفرنساويين حتى الان. يعني انا دلوقتي انا النهارده انا معانا، ما هو دلوقتي المصالح اللي بتتعمل، من الذي يحكم العالم؟ العالم بقى هل الرئيس الامريكي؟ ده راجل غلبان، ده على باب الله، ده جاي، هو جاي بينفذ، هو بينفذ حاجه بتتعمل له. اليست الدوله الماسونيه او الحكم الماسوني او الحدوته الكبيره؟ مره اخرى يعني مش هنقدر بقى، منهج تفكيري انا بعيد عن الحاجات. معلش خلاص انا حضرتك مش هتعمل، بس انا يعني لا انت حضرتك طيب، ربنا يدي حضرتك العمر والصحه، ربنا يخليك، وهتكتشف ان الناس دي كلها كانوا جايين بينفذوا ما يطلب منهم، جايين بينفذوا ما يطلب منهم. هل الموضوع بتاع التواصل الاجتماعي والعولمه ده فكره؟ لان العولمه انعكست على الامريكان وانعكست على الانجليز وانعكست على كل العالم، اضرت العالم كله. فكره انك انت الانسان ما فيش اتنين بيقعدوا يتكلموا مع بعض ماسكين تليفون عمالين يفلوا فيه طول النهار، اشياء كثيره جدا لما تيجي تدور حضرتك عليها. بس ده الكلام ده من الستينات، يعني ايه حكايه ما هي الماسونيه من قبل الدنيا يعني ما تطلع علماء الاتصال قالوا هذا الكلام، انه سيتحول العالم الى قريه صغيره من الستينات بعد الاقمار الاصطناعيه وبعد الحاجات، ما هو حاجات ماشيه يعني ماشيه، كون ان في قوه تستثمر ده مش بتستثمر، هي ايا كانت الامور. حضرتك بتقول لي بقى الجرايد هناك مش عارف، لا الجرايد هناك في الاول وفي الاخر بتخدم وطنها طبعا، مصالح هم الحتت الوحيده اللي بيضربوا في الوطن، احنا عندنا احنا هناك بيخدموا وطنهم وبينفذوا حاجات. هم واخدين موقف واخدين موقف، هم بيتامروا، احنا كمصريين نعمل ايه؟ احنا ناخد نخلي بالنا، بس نخلي بالنا نبقى ايدينا واحده، ما ننصحش ما نستدرجش، نبقى عارفين. انما هو النهارده رايح على مصر الطيران، هو رايح على مصر الطيران عايز يثبت ان الشركه ديت يا اما طيارنا بينتحروا يا اما انها شركه عطل فني، ما الدخان حدوته الدخان الانجليز برضه طالعين بيها، ويقول لك في غرفه التحكم. يعني هو ده الكلام ده كله. هو للاسف وقتنا خلص، فحضرتك بس في نص دقيقه، يعني في نص دقيقه، علينا ان نظل نتعاطى مع العالم، مفيش ابدا مناص من ذلك، لكن قدر الامكان لا ننساق وراء السبيكيوليشنز اللي هي المضاربات الفكريه، كانها بورصه مفتوحه وكل ما يتقال حاجه نجري بالك. وعلينا، وده الكلام ده الحكومه، انا مبسوط جدا لان الحكومه قدر الامكان بتحاول تعمل عليه كنترول، ضبط النفس الى ان يبان الصندوقين والبحث عنهم زي ما انا شايف حثيث جدا جدا، وبالتالي بنعرف الايه الحقيقه التي تمت، بعيدا بقى عن النظريات والخيالات
ده في ناس بتقول حاجات غريبة جدا يعني، في ناس بتتكلم على الأرواح الشريرة وحاجات كده، لكن نستنى لما الحكومة توصل إلى هذه الحقيقة نبتدي. لكن في النهاية درس مستفاد حاجتين، أولا إنه الإعلام الغربي ليس معنا، إن إحنا مقصرين في عكس صورتنا والتعبير عن صورتنا الحقيقية كمصر، مش بس الطيارة، في العالم الخارجي، أن علينا أن لا نتصور أن العالم هو أوروبا أو أمريكا، ولكن العالم هو نعم الصين، جنوب شرق آسيا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية. نعم. دكتور محمد الخولي خبير الإعلام الدولي، بشكر حضرتك جدا جدا. شكرا. أنا شخصيا استفدت واستمتعت بالحديث معك. شكرا. شكرا يا فندم. أهلا. بشكر حضرتك وتصبح على خير.